كان يجيبوا بر يجيبوا دقيق ما يعطوا احنا ولا اي حاجه، كان المساعده تجي من كل جهه. الحويته يعني خذ حقهم بالزوج، يقول لك ما لنا ولا اي شيء. ليش لما؟ يقول لك خلاص ما هو لك اسمك طلع مات. ايش مات لما مات؟ يقول له ما لك ولا اي حاجه عاد روح. تجزع لك خلاص بر سبيل على ما انت جازع. جيز اصحابك. من ايام الحويته خلال 3 سنوات كانوا الحويته يعني يسمع عليهم على اغاثات ولكن لم صنع اي شيء حقيقه انه كانوا يبيعوا او يعلم الله انه يدوه. الصدق وذي الواقع. كنا في الحديده ونسمع الشيء اللي يفرقوها ونسمع في الاسواق تصور يبيعوها ونجي طالب نشتري من الحوثيين ما نحصل منهم حاجه ولا حصلنا شيء شيء. انا من القراحي كانت توصل احنا المساعدات من المنظمات اللي برا وهن ياخذوها ما يجيبوا لنا ولا حاجه. الحويته ياخذوها ما يجيبوا لنا ولا شيء وخلوا احنا يعني في التعب وفي الاذاب. كنا نسمع ونشوف بعيون احنا ان في اغاثه ونشوفها بس ما نحصلش منها ولا حاجه. يشلوهم الحويته ويتقاسمونهم واصحابهم والمواطنين المساكين الضباحه ما يعطوهم ولا حاجه. يقولوا هذه مش لكم هذه تبع احنا احد طالب بها تجي لنا مش لكم. يشلوها يعني يخلوا المساكين والفقراء مشردين والان خاصه مشردين من بيوتهم. حتى الهاونات الان البيوت حق احنا كسمرنا الهاونات. ان نلقاها عند التجار المساعدات ونشوفهم هم يحاولوا يحملوها. والله احنا نشوف يعني يبيعوا على التجار ما يعطوش المساكين. والله دحين يعني ان نشد المنظمات ان تحاسبهم. حويتهم كانوا يبيعوها حق لهم نذر غذائي هذه يا واللي لما يقول يعني مثلا زيوت ولا بر ولا دقيق ولا اي حاجه يعني الناس يبوك كميات وما نحصلش الحاجه. الحويته ولا يقبل احنا اي حاجه. شرد احنا من بيوت احنا وعيال احنا. الحاكيه ولا يقبل احنا حاجه ولا يقبل حتى مساعدات ولا بور ولا روز ولا سليط ولا بياس. خلال 3 سنوات التي قالت فيها الحوثيين ما اخذ منهم اي شيء ولا اي مساعدات انسانيه. ثلاث سنوات كلها كانت مقود حربي ما في اي حاجه عندنا ولا وصلنا اي مساعدات انسانيه. الحوثيين كانوا يبيعوا التغذيه حقنا يستلموا المعونه ويبيعوها ويقولوا انهم يعطوها للمواطنين. ايوه تمام. والان ولا نحصل منهم اي حاجه. كلها اللي يودوها لعندهم يودوها يبيعوها بالفلوس بالبياس. الحوثيين يستلموا الاغاثه ويوزعوها على المحلات التجارية ونحصلها كنا في المخا والمحل البقات اللي موجودة يبيعوها والشعب ما يعطوش ولا مجهود حربي. مجهود حربي. المحطة حق النفط كانوا يستخدموها مجهود حربي وكل حاجة مجهود حربي. قدرت البلاد كلها قدرت البلاد قدرت البلاد والإغاثة كلها نهب الحوثيين نهب الحوثيين على إنهم يوزعوا على المواطن وهم ما يوزعوش ولا حاجة ولا يدوا المواطن حاجة ما ودوا للخراب والدمار والألغام. أحرقنا البلاد والعباد. المنظمات كانت تعطي مساعدات الا ان الحوثيين يقوموا ببيعها على التجار وعلى غيرهم ويحرموا المواطنين من هذه المساعدات. ام حويتي باعوا علينا المساعدات وباعوا علينا كل حاجه وزرعوا لنا الارض الغام متفجرات اللي يخرج من الرصد ما يرجعش لعند عياله. كانت ميليشيات الحوثي تبيع المساعدات للناس المقربين لهم سواء كانوا في الداخل او في الخارج مناطق محرره او غير محرره. وكنا نعاني من البطش ونعاني ايضا من الانتهاكات. هؤلاء لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه.